بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. شوف، لو انت كسلت عن الاذكار كلها اللي هي النافله، يعني مش الاذكار الفريضه كقراءه الفاتحه في الصلاه مثلا، الاذكار اللي انت بتتعبد الى الله بها، ما تكسلش ابدا عن هذا الذكر العظيم. ليه؟ لان الذكر ده لو قلته بالنهار ومت قبل دخول الليل تدخل الجنه، ولو قلت بالليل ومت قبل دخول النهار تدخل الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لو مش يعني العملية والوقت ضيق ونحو ذلك، لا تغفل عن هذا الذكر صباحا ومساء أبدا. إيه هو الذكر؟ الذكر اللي جاء في حديث البخاري من حديث شداد ابن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول، اكتب بقى معايا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء يعني أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها بالليل موقنا بها، شوف الشرط ده مهم، موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. والحديث في البخاري، حديث عظيم جدا. يبقى أنت يعني طبعا ده من أذكار الصباح والمساء، فمش هتقول أذكار الصباح ما تغفلش عن هذا الذكر، مش هتقول أذكار المساء ما تغفلش عن هذا الذكر. ذكر عظيم من أساسيات أذكار المسلم اليومية في الليل والنهار. طيب، الست تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولا وأنا أمتك؟ أو اللهم أنت ربي لا أنت خلقتني وأنا عبدك، ولا وأنا أمتك؟ ينفع الاثنين، والأحسن اللي هي تقول بما يتناسب وأنا أمتك. لكن لو قالت وأنا عبدك يجوز بصفاتها شخص، والشخص يطلق على الذكر والأنثى. طيب، ينفع الذكر ده أقوله كذكر عام، ولا مقيد بس اللي أنا أقوله مرة الصبح في أذكار الصباح، ومرة في الأذكار المساء يعني بعد الفجر وبعد العصر؟ لا، هو من صيغ الاستغفار، يعني ممكن الإنسان يكثر منه في أي وقت لأنه من صيغ الاستغفار، والأحسن أن ينوع وما يقتصرش على صيغة معينة للاستغفار. مرة يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره سيد الاستغفار، ومرة يقول أستغفر الله العظيم، ومرة يقول أستغفر الله، ومرة يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ينوع. لكن سيد الاستغفار ينفع يجعله من أوراده التي يكثر من ذكرها؟ نعم يجوز، ولا حرج في ذلك، لأنه من إحدى صيغ الاستغفار. لا تغفل عن هذا الذكر العظيم حتى يعني تنال هذا الثواب المترتب على قوله كما جاء في حديث البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.